من التمثيلات وتطبيقات الشهيرة جدا، بل يعني أظن هو التطبيق الأشهر، لأن متفق عليه بشريا وإنسانيا إن من مقاصد الشريعة، يعني بل من مقاصد الإنسانية والبشرية، اللي هو منع السرقة، منع السرقة. فدائما لما يجي التمثيل بوسيلية الأحكام الشرعية التفصيلية دائما يقذف الذهن اللي هو حد السرقة، إن لماذا شرع الله عز وجل قطع يد السارق؟ إيش الحكمة؟ اللي هو للمنع والردع من القيام بفعل السرقة. طيب هل نستطيع الإتيان بمنظومة جزائية معينة تحقق المقصد، تحقق حالة الردع من السرقة ولا لا؟ تستطيع، تجي الدعوة تستطيع، وبالتالي الاقتصار على ذلك التشريع نوع من الظاهرية المقيتة، وأن ثمة وسائل معينة قد تفضي إلى هذا بما هو أجود حتى من التشريع الشرعي. لاحظ الإشكال. طيب ما موطن الإشكال الأساسي في هذه النظرة؟ إيش الإشكال الأساسي الموجود في هذه النظرة؟ إيش رأيكم؟ كيف؟ حصر المقصد من التشريع بالردع. إيوة طيب. يعني المقصد الشارع من الحد ليس فقط الردع. مقصد التكفير لذنوب السارق. جميل. مقصد القصد أخرى كثيرة. طيب لو ادعى قال لك أنا بسترسل بطل ذي الفكرة لنهاية المشوار، بقول لك ترى العقول بحطها سيتحقق بها بإذن الله التكفير، هو نوع من أنواع البلاء. زين، يعني مثلا ما هو المنظومة التشريعية البديل لحد السرقة الأشهر؟ سجن، صح ولا لا؟ إن ليش ما يستبدل عقوبة القطع يد السارق بعقوبة السجن؟ ألا يتحقق الردع بالسجن ولا لا؟ طيب فالرد الأول ذكر الأخ مهم، إن ترى في قيم تعبدية دينية أخروية مغيبة لا يستطيع الإنسان أن يضمن على الأقل أن يتحقق من خلالها مقصود الشارع بمثلا تكفير الخطايا أو الاعتبارات، يعني بيصير دعوة فيها قدر من الفجاجة لما يقول لك لا يا أخي حتى التشريع اللي أنا أضعه سيتضمن هذه المعاني المغيبة، يعني في قدر من الفجاجة. فهذا ملحظ أبداه الأخ. طبعا مدخل الموضوع واضح، أنه هو اللي نريد معالجته اللي هو ضرورة التفريق بين أن في فوارق موضوعية بين حد القطع يد السارق وبين قضية السجن. في فوارق موضوعية تجعل من العسير أن يستبدل هذا الحد المدعى بذلك الحد الثابت شرعا. فأول قيمة ذكرها الأخ. في شيء ثاني مثلا ممكن يذكر؟ المفاسد. كيف؟ المفاسد المترتبة مثلا على إيجاد سجون. أيوة مثلا هذا يذكر، أن مثلا أن السجن يترتب عليه وجود مفاسد، أن يتبادلون خبرات السجان، يعني في مشاكل معينة، في مفسدة ليست مفسدة موجودة في قضية حد السرقة. طيب من الأشياء؟ إيه؟ فهو مراد بحد ذاته بغض النظر عن المقاصد اللي أنت تلتمس منه. إيه ماشي، بس هو الدعوة اللي بيقيمها بيقول لك أنا أستطيع، يعني الحين يعني حتى ننصف الخطاب المقابل. زين، أليس من الظاهر عقلا تشريع حد الردة؟ يعني هل تشريع حد الردة يقول آسف حد القطع يد السارق، هل هو من جنس صلاة الظهر 4 وصلاة الفجر ركعتين وصيام شهر رمضان ونصاب الزكاة بالمقدار الفلاني؟ هل في نفس المعنى ولا في معنى مغاير؟ في معنى مغاير، يعني على الأقل المقصد الكلي الأكبر لتشريع هذا الحد واضح إنه لمنع ذلك. فهنا تجي الدعوة. بس حتى اختصار لأن الأذان من الاعتبارات الأساسية، طبعا ذكروا الإخوة اعتبارين مهمين، لكن من الاعتبارات يعني اللي يذكرونها بعضهم اللي هو فرق التكاليف. فموضوع السجن في تكاليف يعني من ميزانية الدولة أكبر كثير جدا من التكاليف المتعلقة بهذا، والقضية من القضايا الأساسية اللي هو طبيعة الردع الذي يتحقق بأحد الحدين دون الآخر. يعني في مجتمعات لما تعلن للناس ترى اللي سيسرق ستقطع يده، معدلات السرقة الموجودة في هذا المجتمع متوقع تكون أعلى ولا أنقص ولا مساوية لما تقول عقوبة السرقة السجن؟ بصير أنقص، صح ولا لا؟ وبالتالي القضية وما فيها أن الشارع لما يضع وسيلة معينة ليس كافيا أن تستبدلها بوسيلة تحقق، خلنا نعبر بهذا التعبير، مطلق الردع، لكن أنت بحاجة إلى تحقيق الردع المطابق للردع الذي أرادها الله عز وجل. حتى نوضح المسألة، لو واحد جاك نأخذها بصورة متطرفة، يعني الخيار السجن واضح أنه خاضع للقيم الليبرالية ومو بعاجبة موضوع القطع ويحس أنه في وحشية، صح ولا لا؟ هنا البواعث المحركة للقضية فينحاز إلى الرؤية. طيب لو افترضنا أن لا، واحد متطرف المقابل فقال لك يا أخي اللي يحقق الردع للناس في موضوع السرقة إيش نفعل؟ أن اللي يسرق نقتله، صح ولا لا؟ ألا يحقق ذلك الردع ولا ما يحقق؟ يحقق، لكن يحقق بأي مقدار؟ بمقدار متجاوز عما أراده الله عز وجل. إيه فعندك الحين درجة من الردع هو المطلوب شرعا،
ليس مطلوب شرعا يتحقق الردع بما هو أرفع من مستوى اللي أراده الله تبارك وتعالى ولا بمستوى أخفض مما أراد الله عز وجل. يعني هذا يعني هذه إلماحة. ومن الأشياء طبعا الطريفة الملحقة بهذه القضية، إذا كان الطرف المقابل يدعي هذه الدعوة جاد بأنه يستطيع أن يبتكر وسيلة تفضي إلى عين المطلوب من الوسيلة الثانية، طيب لماذا محاربة الوسيلة التي أتى بها الشريعة؟ يعني لاحظ الحين، هل تجدون واحد يقول لك أنا أنا أريد استبدال حد القطع بالسجن، صح ولا لا؟ المفترض اللي يطلق هذه الدعوة أن هذه وسيلة وهذه وسيلة وكلها الوسيلتين تفضي إلى مطلوب واحد، أنه يقول لك إيش؟ بيني وبينك أنا أنظر إلى عين الاحترام، بس أنا بيوسع الخيارات الموجودة للدولة، صح ولا مفترض؟ لكن الواقع يقول أنه هو لما يفترض وسيلة معينة يقيم حربا على الوسيلة الثانية. طيب هذا الكلام ترى يتضمن في طياته نقضا للمقدمة والمدخل دخل من الموضوع، لأنه يقول لك أنا بجيب وسيلة تحقق عين المقصود، عين المقصود، وهذا يعني محل إشكال. يعني هذه يعني بعض الإلمحات المتعلقة بإشكالية النظرية المقاطع المفكر للحداثة العرب، وبإذن الله عز وجل بعد الصلاة نستكمل البحث في المحور الثاني وهي المصلحة عند الإمام الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.